السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه نتاع واحد الفقاس، كيجي زوين وسهل، واهم حاجه انه كيجي لذيذ. كنتمنى انها تعجبكم. بالنسبه لهذا الفقاس، اول حاجه كنحتاجو 3 نتاع البيضات، بسم الله. كنحتاجو كاس نتاع سنيده، العباره بكاس العنبه اولا 125 غرام، كاس نتاع الزيت حتى هو كاس العنبه 150 غرام، واحد ربع كاس نتاع ماء الزهر. الزهر بالنسبه للكاس نفس الكاس ديال العنبه. دابا غنخلطوا هاد المقادير السائله. دابا كنضيف واحد حتى هو تقريبا كاس ديال العنبه او زلافه صغيره نتاع كاوكاو، هذا كاوكاو البلدي، يعني كنخليوه بحال هكا، اللي بغى يهرمش شويه يهرمشو، ولكن من الاحسن تخليوه بحال هكا باش كيجي في المنظر زوين. كاس نتاع الزنجلان ما يكون لا محمر لا حتى شي حاجه، وغنضيف واحد المعلقه كبيره نتاع النافع، النافع البلدي، وحبة حلاوة. غادي نخلطو هاد الشي، بالنسبة اللي بغا كمية كبيرة نتاع الفقاس غيدوب المقادير، واللي ما كيعجبوش يجي عامر بحال الكبز الجلان وكوكا، ممكن انه مثلا كان غيدير 6 البيضات يدير فيهم غير هادشي غيجي زوين. دابا غنبدا نضيف الدقيق، انا نحاول نعبر بالكاس باش نعرف شحال غادي يحتاج لي. دابا غنديروا الكاس الاول، بعد ما ضفت كاس الكيسان دابا غنضيف الخميره، خماره واحده ديال 8 غرام، نبداو نخلطو. في الاول من الاحسن نخلطو غير بهذا حيت كتكون الخليط جاري، بلا ما يعني نبداو نسخو يدينا وغادي نبداو نديروا الدقيق كما كتشوفوا. واخا درنا 3 الكيتان مازال خاصها، يعني غادي نزيد. بالنسبه للعجينه هي كيفاش ولات، يعني ما بقاتش كتلاصق، او ميم طو ما قاصحاش بزاف، ولكن ما قاصحه مجال، يعني هي هذيك بحال هكا كنقيسو فيها ما كتبقاش كتلاصق لنا في يدينا. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي احتاجيت 5 ديال الكيسان وواحد معلقه كبيره من الدقيق باش ما بقاتش كتلاصق لي بحال هكا. باش بالنسبه للعجينه كما كتشوفوا قسمت على 3 الكويرات. دابا كنبداو نوليوه بحال هكا حتى كنحصلوا على داك الحجم اللي بغينا. دابا من بعد ما سايبناهم بحال هكا كما كتشوفوا كنبداو كنضغطوا عليهم بحال هكا شويه باش ما كيبقاوش بون با كيولوا شويه بحال مبسطحين. ناخذ واحد الصفار البيضه مع شويه القهوه سريعه الذوبان وندهنوهم كما شفتوا. زوقناهم بالفوق شي طري بخطوط عشوائيه. دابا غندخلوهم الفران. بالنسبه للفران كيبقى بارد حتى كندخلوهم عاد كنشعلوا عليه، والعافيه كتكون مهيله، يعني بحال غنطيبوا الكيك. وبالنسبه للاطا ما كنحطوهاش فين كنطيبوا الخبز، كنحطوها في هذيك اللي كيكون عاليه عليها كما كتشوفوا. هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما وجد. انا هذه بديت نقطع فيها، واخا هو مشقق شويه ولكن في التقطع كما كيبان انا بديت كنقطع بحال هكا. ها هو نتوما كما كتشوفوا، واخا هكاك ما جايش معيق. واهم حاجه في التقطع خاص يكون الموس ماضي باش ما يتفتتناش. دابا انا نبدا نقطع داكم، كنحاولوا نبداو بالجنب بحال هكا كنوقفوا الموس شويه، كنداوه بعدين حتى كنوصلوا للجنب الاخر كما كتشوفوا هو ما كيتقطعش. وما نحاولوا ما نغلطوش بحال كيجي هو هذاك باش ما كيجيناش غليظ بزاف. بطبيعه الحال بحال هكا الكبر ديال الفقاسه كل واحد كيختار على حسب، كاين اللي كيبغيه صغير كاين اللي كيبغيه كبير. نتوما كما كتشوفوا كنوقف الموس هنايا في الاول حتى كنداك الجايه، ملي كنقرب نوصل للتالي كنهبط.
هذا هو الفقس ديالنا من بعد ما كنقطعو. هانتوما كيفاش كيجي. دابا غادي ندخلو للفران، غادي نديرو من التحتين، العافية غتكون فوقو، وغادي تكون العافية مهيلة باش يطيب على خاطرو، والحبة اللي تحمرت كنقلبوها على الجهة الأخرى حتى كيتحمر كلشي. هذا هو الفقس ديالنا من بعد ما كيوجد، كنتمنى أنه يعجبكم، ولكنتو أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تنسوش تابوناو معانا.